كرة في منطقة الجزاء الآن يلعب. يأتي الهدف في اللحظة التي كان ينتظر فيها الجميع. يسجل دحيل ليتقدم بأول أهداف اللقاء هنا في هذه المواجهة. يسجل وبأقدام المعز من قاد الفريق في مباراة أم صلال يعود اليوم ليقوده هنا في هذا اللقاء وفي الدور نصف النهائي. هذه الكرة الماضية لمسة من نام في الجهة اليمنى تأتي الانطلاقة والنهاية بأقدام المعز. النهاية بأقدام المعز والحل مرة أخرى يأتي من إسماعيل لمصلحة دحيل. أول أهداف اللقاء كرة في مرمى الحارس سعد الدوسري. يتقدم الآن دحيل بأول أهداف المواجهة وبأقدام اللاعب المعز علي. 1-0